ما هو الدعاء المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم عند الإفطار وعند السحور؟ أفيدوني بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا أفطر يقول: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. وورد عن بعض الصحابة أنه إذا أفطر قال: اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت، فاغفر لي إنك أنت الغفور الرحيم. وأما السحور فلم يرد فيه دعاء مخصوص يقال عند السحور، لم يرد فيما أعلم دعاء مخصوص يقال عند ذلك، والله أعلم. بارك الله فيكم.